حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. حديث كان حصورنا أبو موسى الأشعري الله كرم نقده. حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو موسى الأشعري كصوري وحوليه هاي: من صلى البردين. قف كنت كذا لو دقب خوو أو صلاة عصر يا صلاة فجر قف كنت كذا دخل الجنة. الجنة وبقولوا لي النبي صلى الله عليه وسلم لبدا وقتي ولب وقتي مهم أه وأنا إن لوجد على صلاة هاس قف كنت كذا لبدا قبوا بقولوا النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وبقولي حديث كان صحيح أن خد ذا إن شاء الله تعالى لبدا صلاوات إن آد أصيح في دينه وصلاة الفجر يا صلاة العصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.